موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال ابن جرير رحمه الله: عن ابن عباس قوله: ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني بأم القرى مكة ومن حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. عن ابن عباس قال: أم القرى مكة ومن حولها الأرض كلها. أن هذا فيه إشارة إلى أن مكة مركز الأرض المسكونة، مركز اليابسة. وهذه الدراسات الفضائية والهندسية، مقاطع عديدة هندسية تثبت أنه لو دائرة تجمع الكرة الأرضية اليابسة فيها تكون مكة هي مركز هذه الدائرة. عن قتادة: ولتنذر أم القرى ومن حولها قال: هي مكة. وبه قال معمر. عن قتادة قال: بلغني أن الأرض دحيت من مكة، يعني وسعت من حول مكة. عن قتادة قال: كنا نحدث أن أم القرى مكة، وكنا نحدث أن منها دحيت الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها ووسعها. البسط يعني الاتساع. عن السدي: ولتنذر أم القرى ومن حولها، أما أم القرى فهي مكة، وإنما سميت أم القرى لأنها أول بيت وضع بها، لأنها أول بيت وضع بها. وقد بينا فيما مضى العلة التي من أجلها سميت مكة أم القرى. وقوله: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، يقول تعالى ذكره: ومن كان يؤمن بقيام الساعة والمعاد في الآخرة، والمعاد في الآخرة إلى الله، ويصدق بالثواب والعقاب، فإنه يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك محمد، ويصدق به ويقر بأن الله أنزله، ويحافظ على الصلوات المكتوبات التي أمره الله بإقامتها، لأنه منذر من بلغه وعيد الله على الكفر به، لأن الكتاب الذي أنزله الله منذر من بلغه، ينذر وعيد الله على الكفر به وعلى معصيه. وإنما يجحد به وبما فيه ويكذب أهل التكذيب بالمعاد والجحود لقيام الساعة، الجحود أهل الجحود لقيام الساعة، الجاحدين قيام الساعة، لأنه لا يرجو من الله إن عمل بما فيه ثوابا، ولا يخاف إن لم يجتنب
ما يأمره باجتنابه عقابا. وقوله تعالى ومن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نعوذ بالله. يعني جل ذكره بقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أخطأ قولا وأجهل فعلا ممن افترى على الله كذبا ذلك أعظم الظلم وهو الشرك والكفر. وهذا الذي افترى على الله الكذب وقال خلاف الحق هو أظلم الناس، لأن ذلك من الكفر، والكفر والشرك متلازمان، فإنه عبد هواه، عبد شيطانه الذي أمره أن يفتري على الله الكذب، فلذلك هو مشرك، والشرك هو الظلم العظيم. قال يعني ممن اختلق على الله كذبا فادعى عليه أنه بعثه نبيا وأرسله نذيرا وهو في دعواه مبطل وفي قيله كاذب، وهذا تسفيه من الله لمشرك العرب وتجهيل منه لهم في معارضة عبد الله بن سعد بن أبي سرح والحنفي مسيلمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أحدهما النبوة ودعوى الآخر أنه قد جاء بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفي منه عن نبيه صلى الله عليه وسلم اختلاق الكذب عليه ودعوى الباطل. وقد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم فيه عن أكرمة قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نزلت في مسيلمة أخي بني عدي ابن حنيفة فيما كان يسجع أو يسجع ويتكهن به. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح أخي بني عامر ابن لؤي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما يملى عليه فيما يملي عزيز حكيم فيكتب غفور رحيم فيغيره ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما حول فيقول نعم سواء فرجع عن الإسلام ولحق بقريش وقال لهم لقد كان ينزل عليه عزيز حكيم فأحوله ثم أقول لما أكتب فيقول نعم سواء، ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر لمر الظهران. هذا الحديث مع إرساله ضعيف من جهة المعنى، هو مرسل لأن أكرمة لم يسنده، وذكر أنه نزلت في مسيلمة، ومسيلمة إنما تكهن وتنبأ وادعى النبوة في السنة التاسعة من الهجرة،
ولم يكن يدعي النبوة من البداية. وأما ما ذكره عن عبد الله بن أبي سرح فإنه لا نزاع في عدم جواز تغيير كتابة المصحف وكتابة القرآن ولا بتغيير لفظه ولو كانت كلها أسماء حسنى. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير حرفا وما خدع قط صلى الله عليه وسلم في أنه كان يكتب عليه شيء خلاف ما أملاه مما نزل به جبريل فيقول هذا سواء كله سواء. ومن تأمل المواضع المختلفة التي فيها ذكر أسماء الله الحسنى عقب المعاني المذكورة قبلها يعلم أنه لا يمكن أن تغير، بل معانيها الثابتة هي أكمل المعاني. فإما أن هذا لم يثبت أصلا، خصوصا أنه ذكر أنه كان يفعل ذلك وأن الرسول كان يقول ذلك. لو قال فقط أن عبد الله بن سرح ادعى هذا ادعاء كذبا وزورا لكان يمكن أن يكون مقبولا. أما أن يقول وكان فيما يملى أو في وكان فيما يملي عزيز حكيم فيكتب غفور رحيم فيغيره ثم يقرأ عليه كذا وكذا لما حوله فيقول نعم سواء، إنه بيثبت القصة، فهذا بلا شك كلام باطل. هو ادعاء محتمل ادعاه عبد الله بن أبي سرح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فكيف يبدله عبد الله بن أبي سرح فيقره؟ نعوذ بالله من هذا المنكر. قطعا ويقينا لابد أن الوحي إذا كان يصوب اجتهاداته التي لم تذكر في القرآن وإنما ذكرت في السنة، فكيف بمثل هذا أن يكون هناك تغيير وتبديل إذا كان الوحي قد نزل عليه جبريل، نزل عليه ليذكره أن في نعليه خبثة وهو في الصلاة، فكيف لا يبين له أن هناك من غير شيئا من الوحي؟ لذلك قلنا هذا الحديث الضعيف المرسل أولا بين يعني السند مليء بالعنعنة، يعني عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة وكلهم مدلسون، إضافة إلى أن الخبر مرسل. عن السدي قال في الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء إلى قوله تجزون عذاب الهون، نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أملى عليه سميعا عليما كتب هو عليما حكيما، وإذا قال عليما حكيما كتب سميعا عليما، فشك وكفر وقال إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي إلي، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله، قال محمد سميعا عليما فقلت أنا عليما حكيما، فلاحق بالمشركين ووشى بعمار وجبير عند ابن الحضرمي أو لبني عبد الدار فأخذوهم فعذبوا حتى كفروا، وجدع أذن عمار يومئذ فانطلق عمار
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما لقي والذي أعطاهم من الكفر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولاه، فأنزل الله في شأن ابن أبي سرح وعمار وأصحابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فالذي أكره عمار وأصحابه، والذي شرح بالكفر صدرا فهو ابن أبي سرح. هذا الأثر أيضا مرسل ضعيف، وذلك أن ردة عبد الله بن أبي سرح كانت بالمدينة، حيث أنه لحق بقريش، لحق بمكة، لحق بالمشركين، فكيف وتعذيب عمار كان قبل الهجرة، كان قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة. والذي يظهر أن هذه الآية إنما كانت في، يعني كان التعذيب كان بمكة قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أنه أفشى أو أنه واشى بعمار وجبير عند مولاهم، عند سيدهم ابن الحضرمي. والله أعلى وأعلم. الصحيح في هذه الآية الكريمة أنها عامة في من افترى على الله كذبا لفظا أو معنى، وكذا من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء مدعي النبوة، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي سأقول مثل ما قال الله عز وجل، ويدعي أن ذلك مماثل لما أنزله الله. سيأتي بيان أكثر إن شاء الله.